نظراً لما يمثله التوجيه المهني في الاستفادة القصوى من إمكانيات الكوادر الوطنية، جاءت ندوة الإرشاد والتوجيه المهني بصلالة لوضع أسس لهذا التوجيه تضمن تحسين واقع ممارسات سوق العمل في سلطنة عمان. سيتم مناقشة 4 محاور رئيسية، هذه المحاور تؤكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري. الكل يعلم أن الإرشاد التوجيهي المهني يساعد الأفراد على اكتشاف ذاتهم، وكما يساعدهم أيضا على التعرف على نقاط قوتهم وضعفهم، ميولهم وقدراتهم، وما يمكنهم في اتخاذ قرارات مناسبة وواعية لمستقبلهم المهني. وفي جلسة أولى أكدت الندوة على دور الإرشاد والتوجيه المهني في تنفيذ الأهداف التنموية الاستراتيجية وتحسين مؤشرات الإنتاجية. إذا ما تحدثنا عن الإطار الوطني للقدرات الوظيفية، هو أحد الأساليب والمنهجيات الإدارية الحديثة التي تتبعها كثير من المؤسسات داخل السلطنة وخارج السلطنة، والهدف من هذه الأطر عادة هو تحسين منهجيات الموارد البشرية بما يخدف إلى تمكين الموظفين ويعني صقل مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات المرحلة القادمة من الأعمال وتوجهات الوظائف خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى. كما تطرح الندوة أهمية التدريب على رأس التعليم في التوجيه المهني لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية والارتقاء بمهاراتهم. اليوم استحدثت الحكومة مسارات مهنية ما بعد دبلوم التعليم العام، يحصل فيها الطالب على دبلوم مهني يعادل دبلوم أكاديمي عالي المستوى السادس. فبالتالي كنت مركز على حديثي ما هي الحزمة التوجيهية اللي احنا وجهناها لهؤلاء الطلاب حتى يلتحقوا بهذا المسار. كما دشنت وزارة العمل مبادرة تجربة رحلة المستفيد التي تهدف إلى استخدام مجموعة من الأدوات الفاعلة لتشخيص الواقع الفعلي لإجراءات تقديم الخدمات والتعرف على فرص التحسين الممكنة لتجويدها. حسين بن مسلم جعبوب، ولاية صلالة، محافظة ظفار.